بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكل مشاهدينا في قناه الحياه حلقه جديده مع كوره كل يوم ان شاء الله نستمتع بحلقه مميزه النهارده يعني في كل حاجه النهارده في حلقتنا ان شاء الله في طبعا تغطيه لبطوله امم افريقيا والماتشات اللي بتتلعب النهارده والماتشات اللي هتتلعب بكره بما فيهم ان شاء الله مباراه منتخب مصر باذن الله امام منتخب غانا ماتشات كاس الرابطه النهارده هنتكلم فيها كمان عندنا مجموعة من الأخبار عن منتخبنا وعن بطولة أفريقيا وأخبار محلية عن الانتقالات المحلية وماتشات كأس الرابطة، كمان هيكون معانا النهاردة الأستاذ أحمد القصاص دوري المحترفين، وهيكون معايا أحمد فوزي العريان محللنا في كورة في كورة كل يوم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المتوقع بالنسبة لمباراة مصر وغانا بكرة إن شاء الله، على فكرة بكرة بإذن الله الخميس أنتم عارفين طبعاً برنامجنا من السبت للأربع لكن بكره عاملين حلقه استثنائيه باذن الله الخميس بعد مباراه مصر مباشره مع غانا هنكون معاكم على الهوا بكره ان شاء الله الساعه 12 في وجود كابتن اشرف قاسم في وجود كابتن ايمن منصور نجم طبعا منتخب مصر السابق حلقه استثنائيه عن مباراه مصر وغانا بكره ان شاء الله في كوره كل يوم الساعه 12 بكره مباشره بعد انتهاء مباراه مصر وغانا ان شاء الله تنتهي على خير لصالح منتخبنا الوطني النهارده ماتشات في المجموعة السادسة المغرب يعني توقعاتنا النهاردة الحمد لله مظبوطة امبارح أنا توقعت المغرب تكسب تنزانيا بسهولة وده اللي حصل النهاردة المغرب فازت على تنزانيا 3-0 كمان كنت متوقع أن الكونغو الديمقراطية وزامبيا يتعادلوا حتى الآن بنلعب في الشوط الثاني في بداية الشوط الثاني والتعادل واحد واحد ما بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا في لقاءات المجموعة السادسة من بطولة أفريقيا كمان النهارده كان في ماتشات في كاس الرابطه النهارده سيراميكا قدر يفوز على الاسماعيلي 3-1 البنك الاهلي والمصري مباراه كانت مثيره جدا في استاد الجيش في برج العرب انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 والمباراه الثالثه نادي ام قدر يفوز على الداخليه 2-1 في بطوله كاس الرابطه وكده النهارده كان نهايه الجوله الثانيه في بطوله كاس الرابطه ان شاء الله الاسبوع القادم هنبدا بقى الجوله الثالثه والاخيره في دور المجموعات في كاس الرابطه ان شاء الله الجوله اللي هتحدد مين الثمان فرق اللي هيصعدوا في كاس الرابطه الى دور الثمانيه ونبدا بقى دور الثمانيه بس الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله طيب هتكلم في البدايه عن منتخبنا منتخبنا الوطني النهارده كان التدريب الاخير لمنتخب مصر استعدادا لمباراه غانا بكره مباراه مرتقبه والمصيريه سواء لمصر او لغانا ودايما ماتشات مصر وغانا بتبقى ماتشات قوية جدا وماتشات فيها ندية وماتشات مثيرة جدا. سواء بقى في أمم أفريقيا في تصفيات كأس عالم في يعني حتى لو ماتش ودي دايما ماتشات مصر وغانا بتبقى مهمة جدا جدا وماتشات حلوة وماتشات فيها كورة إن المنتخبين بيتمز بيتميزوا بالكرة الحلوة والكرة الهجومية. إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني بكرة. النهاردة كان في تدريب المنتخب مستر فيتوريا ما بينش هيلعب ازاي او هيلعب بمين احنا عارفين طبعا هيلعب ازاي هيلعب اربعة 3 3 واحتمال احتمال خلي بالكم فيتوريا من المدربين مش عايز اقول عندي او لكن ما بيغيرش تشكيلاته بسهوله يعني دايما بيبدا بتشكيل ثابت ما بيغيرش في التشكيل كتير فانا متوقع متوقع والكلام اللي بيتقال في معسكر منتخب مصر ان التغيير في التشكيل بكرة هيكون في أضيق الحدود في أضيق الحدود يعني ممكن يكون لاعب أو اتنين بالكتير ده لو مش التشكيل هو هو الماتش اللي فات اللي هو ماتش الموزمبيق يعني في كلام على فتوح وحمدي في الظهير الأيسر ان فتوح ممكن يبدا المباراه في كلام على مروان عطيه بس اللي انا عرفته امبارح يعني في حاجه حصلت امبارح في التمرين مش النهارده مش تمرينه النهارده امبارح امبارح مروان عطيه كان خارج التقسيمه خارج التقسيمه يعني ايه يعني الراجل عمل تقسيمه ما بين 22 لعيب مروان عطيه كان خارج التقسيمه ما كانش محطوط ولا في الفرقه الاساسيه ولا في الفرقه الاحتياطيه انتوا يعني عارفين ان عدد افراد المنتخب 27 لعيب موجودين مع مستر فيتوريا في كوديفور فمعنى ان هو ما يحطش مروان عطيه وما حطش كمان ياسر ابراهيم على فكره يعني ياسر ابراهيم ومروان عطيه امبارح في التقسيمه بتاعه المنتخب امبارح في تمرينه امبارح ما كانوش موجودين ما لعبوش التقسيمه كانوا بره التقسيمه فده معناه أنه هو ولا هيعتمد على ياسر ابراهيم ولا هيعتمد على مروان عطيه انا متوقع لو هيبقى في تغيير هيبقى تغييره واحده فتوح مكان محمد حمدي انا اعتقد كده يعني دي توقعاتي لكن بقيه التشكيل محمد الشناوي حجازي عبد المنعم محمد هاني في نص الملعب النني حمد فتحي زيزو مصطفى محمد محمد صلاح تريزيجيه ده التشكيل المتوقع لمنتخب مصر وممكن ممكن ممكن نشوف مرموش على حساب تريزيجي لكن دايما تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد في انسجام وكيميا كده ما بينهم ودايما مستر فيتوريا الفتره اللي فاتت بي يعني بيبدا بالثلاثه دول صلاح ومصطفى محمد وتريزيجي فالتغييره الوحيده الوحيده اللي ممكن تحصل بكره فتوح مكان حمدي بقيه التشكيل بنسبه كبيره ثابت الناس النهارده بتتكلم ان مروان عطيه لازم يكون موجود ولاعيب سريع وقوي وبيقطع في نص الملعب وكده لكن انا بقول لكم امبارح سالت انا سالت في ليا اصدقاء في المنتخب لعيبه بنتكلم كده على الواتساب بالليل ساعات بن بندردش كده شويه ففي لعيبه في المنتخب زعلانه في لعيبه زعلانه بقول لكم امبارح في التقسيمه ما بين 22 لعيب مروان عطيه بره التقسيمه ما شاركش في التقسيمه و... وياسر ابراهيم ما شاركش في التقسيمه ده معناه ان هم مش في دماغ فيتوريا في الفتره دي يعني حاطط لعيبه تانية خالص موجودين في التقسيمه فالتشكيل يعني بنسبه 90% 95% يعني الماتش زي الماتش اللي فات او هيغير لعيب واحد بس عشان بس نقول لكم ايه اللي بيحصل داخل معسكر منتخب مصر النهارده كان في مؤتمر صحفي اللي دايما اللي بتلعب او بيتعمل قبل المباراه بيوم مستر فيتوريا النهارده اتكلم في المؤتمر وقال ارتكبنا اخطاء امام موزمبيق ان احنا يعني وقعنا في بعض الاخطاء امام منتخب موزمبيق واللعيبه عارفه ما عليهم فعله ضد غانا يعني لا بيقول هو بيقول ان اللعيبه عارفه هتعمل ايه قدام غانا. يعني ان احنا لازم نكسب ولازم نأدي ولازم كذا وكذا وكذا وقال تنتظرنا مباراه صعبه امام غانا. ولكن الاهم بالنسبه لي الالتزام بالامور التكتيكيه. بيقول كمان مباراه بكره مختلفه تماما عن مباراة الماضيه امام موزمبيق ولكن بيقول مستر فيتوريا بيقول انا متفائل. قال بيقول اتخذنا بعض القرارات الخاطئه في مباراه موزمبيق. ولازم نلعب بتركيز كبير امام غانا المباراه هتكون صعبه وقال كمان اللعيبه عارفه ان يعني امامها مباراه صعبه امام غانا وما ينفعش يبقى في اخطاء في المباراه من 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 جهتنا او من ناحيتنا وبيقول انا ما بغيرش قناعاتي بسهوله ده بقى اللي خلاني اقول لكم ايه ان فيتوريا من المدربين اللي دايما بيثبت التشكيل ودي حاجه كويسه على فكره مش وحش بيقول انا ما بغيرش قناعاتي بسهوله لكن علينا ان نتحسن وان نرى افضل القرارات للمباراه المقبله. وقال كمان اتسال فيتوريا عن النتائج الغير متوقعه في الجوله الاولى من البطوله قال ان النتائج دي مش مفاجاه بالنسبه لي. في الوقت الحالي كل المنتخبات بتشتغل بشكل جيد عشان كده بتلاقي الماتشات صعبه وقريبه. الشيء الاهم في المباراه المقبله ان تكون اكثر ثباتا وشراسه. وقال احنا لعيبه محترفه وجهاز فني محترف وبنمثل منتخب كبير اللي هو منتخب مصر وكل الفرق عليها ان تواجه مشاكل والمشكله ليست اننا في مشكله بل كيف سنتعامل مع المشكله والان الجميع في الفريق يظهر رد فعل جيد ونحن نكن احتراما كبيرا كبيرا لمنتخب غانا ولكن علينا ان نتعامل مع قوه هذا الخصم قال خلاص احنا قفلنا ماتش موزمبيق صفحه ماتش موزمبيق وتعلمنا الدروس المستفاده من المباراه وخلاص المباراه مش هتتعاد المباراه خلصت بالتعادل ولازم نبص لقدام ونتطلع للمباراه القادمه عشان نقدر نوصل لهدفنا هو المنافسه على البطوله محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر قال لعيبه مصر لعيبه منتخب مصر تاثروا بعد مباراه موزمبيق ولكن اغلقنا ملف مباراه موزمبيق ونركز جاي جيدا في جماعه معاكم معاكم الصوت بتاع محمد الشناوي معاكم ها ليه يعني يعني فيتوريا بيتكلم مثلا بالبرتغالي او بالانجليزي لكن محمد الشناوي بيتكلم عربي فكنا ممكن نسمع محمد الشناوي يعني وقال كمان الشناوي اللاعبون يعلمون اهميه المباراه وهدفنا تحقيق نقاط المواجهه امام غانا ولا بديل عن الفوز وقال كمان يعني سالوه كده قالوا له انت حارس الاهلي والاهلي لسه كان بيلعب مع نادي ميدياما الغاني في دوري ابطال افريقيا فمحمد شناوي قال لهم لا طبعا المواجهه مختلفه مفيش تشابه خالص لعيبه غانا لعيبه محترفه تلعب في اوروبا لعيبه المنتخب يعني لكن مختلفين تماما عن مواجهه الاهلي ومدياما وقال كمان ان اللعيبه كلها مركزه وان هم توعهدوا على الفوز وكمان قال ان لازم نركز على نفسنا بس وما لناش دعوه ببقيه المنتخبات ونتائج الجوله الاولى بيقولوا ان هناك طفره في اداء المنتخبات في افريقيا وقال كمان احنا خلاص اتعودنا على حاله الطقس هنا في الكوديفار اه في رطوبه مرتفعه لكن باقي المنتخبات بتلعب في نفس الظروف فالموضوع على الكل وده ما يعتبرش عذر ان الرطوبه علينا وعلى المنتخبات الاخرى دي كانت تصريحات محمد الشناوي مدرب غانا بقى كريس هيوتن مدرب الايرلندي لمنتخب غانا قال هنواجه منافس كبير مثل منتخب مصر وقال كمان ان هو لسه بيقيم حاله محمد قدوس لاعب المنتخب الغاني ولسه مش يعني خلال ال 24 ساعه هيبان هيقدر يشركه في المباراه بكره ولا كان مصاب قدوس الفتره اللي فاتت قال كمان بيقول ان مشاعري عاده هي نفس مشاعر اللاعبين لما بنخسر بيكون الامر دائما صعب وبيقول لما بتلعب ماتش وبتخسر في بدايه بطوله بيبقى الموضوع صعب جدا للمدرب زي اللعيب بالظبط. وبيقول كمان انا في ذهني ان انا عندي مباراه قويه مع منتخب مصر وازاي اخرج من الاداء السيء والنتيجه السيئه اللي احنا لعبنا بيها اللي هو يعني منتخب غانا لعب بيها في المباراه اللي فاتت. قال كمان سالوه عن حارس المرمى ريتشارد افوري وقال لهم يعني سالوه عن اداؤه في المباراه قال ان اعتقد ان اي شخص شاهد المباراه شاهد افوري وهو يقوم ببعض التصديات الحاسمه لنا لكن يتعين علينا دائما الوصول للافضل لان لدينا ثلاث حراس جيدين وبيقول كان اداؤه في المباراه اللي فاتت كويس جدا ونحن فخورون بما قدمه وقال هنواجه فريق جيد اللي هو منتخب مصر وبيقول كمان لازم اللعيبه كلها تدرك ان الخساره اللي حصلت ما يعني خلاص مباراة وانتهت وما عندناش خيار آخر سوى اللي احنا لازم نعمل نتيجة إيجابية قدام منتخب مصر في المباراة القادمة جوردن أيو بقى كابتن منتخب غانا قال مستعدون للفوز على منتخب مصر وستكون مباراة صعبة جدا ده جوردن أيو تعرفين في اتنين لعيبة في منتخب غانا إخوات جوردن أيو وأن... وأندريا أيو قال مستعدين للفوز على منتخب مصر أه وقال إن احنا في المباراة الأولى مع الرأس الأخضر ما ركزناش كويس طول المباراة أه لكن عندنا فرصة في مباراة مصر لتحسين الأمور وأنا أؤمن بزملائي في الفريق والمباراة هتكون صعبة وما عندناش خيار آخر غير الفوز على مصر وإحنا احنا مستعدين وعايزين نسعد الشعب الغاني ولازم بيقول لو جات لنا فرص لازم نستغلها ولازم نبذل قصارى جهدنا عشان نفوز بمباراه منتخب مصر طبعا هم خلي بالكم منتخب غانا الآن من منتخب مصر زي ما قلت لكم امبارح هم مضغوطين اكتر مننا ان هم كمان خسرانين المباراه الاولى وجايين يلعبوا مصر بدون نقاط احنا عندنا نقطه خلي بالكم احنا شوف زعلانين على التعادل مع موزمبيق بس احنا في وضع افضل منهم خصوصا ان احنا المباراه الاخيره معانا الراس الاخضر هم عندهم موزمبيق وعايزين يروحوا الموزمبيق بتعادل او مكسب عشان يبقى عندهم فرصه في التاهل النهارده اتعمل الاجتماع الفني اللي بيتعمل دايما قبل المباراه منتخب مصر هيلبس اللبس بتاعنا التقليدي التيشيرت الاحمر اللبس بتاعنا الاحمر و هنلبس الشورت والشراب الاسود هنلبس احمر اسود اسود هم هيلبسوا طقم ابيض بالكامل منتخب غانا طقم ابيض بالكامل يعني دي ابرز الحاجات اللي حصلت النهارده في الكوديفار بالنسبه لمنتخبنا المؤتمر الصحفي أنا حكيت لكم حتى التدريبة بتاعة امبارح ما اختلفش التشكيل كتير عن المباراة اللي فاتت وزي ما قلت لكم في بعض اللعيبة خارج التقسيمة أو خارج التدريبات اللي, بت... اللي تقول إن في مؤشر إن هيحصل تغييرات في التشكيل لا مفيش يعني ممكن بيك كتير قوي واحد أو اتنين و... وممكن مستر فيتوريا يلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه المباراة اللي فاتت أمام طبعا مظبط دي لقطات من تدريب منتخب مصر النهارده محمد صلاح بيقولوا لي يعني في المعسكر يعني زعلان جدا بعد المباراه اللي فاتت وبيحاول كده دايما يتكلم مع اللعيبه اللي احنا لازم نشد حيلنا المباراه القادمه النهارده واللعيبه بتشيل المرمى كلها مع بعض عشان التدريب بينقلوا المرمى المتحرك فيتوريا طبعا برضو يعني مدي كده وش ايه بيسموه وش خشب للعيبة طبعا عشان يركزوا اكتر وبيبين دايما المدرب خلي بالكو لازم هيتعامل نفسيا مع اللعيبة حسب الموقف حجازي طبعا كان متعور اتعور الماتش اللي فات دماغه اتفتحت لكن الحمد لله يعني الكل سليم خلاص احنا ننسى المباراه اللي فاتت كده ونركز في مباراه بكره ان شاء الله وربنا يوفقنا شايف كابتن حازم امام اهو قاعد ورا المرمى بيتابع التدريبات والاستاذ خالد الضندري رئيس البعثه ونائب رئيس اتحاد الكوره كل النهارده بيشئ النهارده تدريب خفيف كده بس مجرد ايه يعني اللعيبه اه تاخد بعض التدريبات الخفيفه بالكوره كده و تستعد المباراه بكره بيبقى دايما التمرين اللي قبل الماتش ما فيهوش حمل بدني او مجهود بدني كبير يعني دي النهارده اخبار معسكر منتخب مصر ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني بكره في مباراه غانا طيب خليني احكي لكم شويه عن الماتش بتاع النهارده المغرب وتنزانيا مباراه سهله للمنتخب المغربي قدر يفوز على تنزانيا 3-0 بمجهود باقل مجهود يعني حسب ما قال كمان وليد الرجراجي المدير الفني المنتخب المغرب قال لك ان احنا كسبنا النهارده باقل مجهود المنتخب المغربي قدر يتعامل بسهوله مع المنتخب التنزاني وزي ما قلت لكم امبارح ان منتخب المغرب استفاد من خساره تونس واستفاد من تعادل مصر واستفاد من تعادل الجزائر فنزلوا النهارده بجديه يعني كانوا مركزين جدا المنتخب المغربي وتعاملوا مع المباراه بجديه امام تنزانيا ده رومان سايس طبعا قائد المنتخب المغربي واللي احرز هدف النهارده في الدقيقه 30 كان كره فاول كده وبعدين اتشاطت وقعت من ايد حارس مرمى منتخب تنزانيا كملها رومان سايس في المرمى وفضل منتخب المغرب ماسك الماتش ومستحوذ ومنع منتخب تنزانيا من ان هو يعني يشكل اي خطوره على مرمى المنتخب المغربي لغايه الدقيقه 70 حصل طرد في منتخب تنزانيا نوفاتوس ميروشي لاعب تنزانيا اتطرد بقى منتخب تنزانيا بيلعب ب 10 لعيبه وفي الدقيقه 77 عز الدين اناحي اللاعب المغربي عمل 1 حلو قوي جوه ال 18 وحط كرة قويه في الزاويه اليمين لحارس المرمى ده حكيم زياش طبعا واحرز الهدف الثاني في الدقيقه 77 الهدف الثاني طبعا قتل الجيم تماما لصالح المغرب بعدها بثلاث دقائق يوسف النصيري احرز الهدف الثالث لمنتخب المغرب وخلصت المباراه 3-0 لمنتخب المغرب على تنزانيا بدايه قويه للمغرب في بطوله امم افريقيا يوسف النصيري لاعب المنتخب المغربي عمل رقم استثنائي في بطوله افريقيا احرز الهدف الخامس ليه في بطولات افريقيا خلي بالكم هو قبل كده لعب اربع بطولات في افريقيا 2017 في الجابون جاب جونين في مصر وفي الكاميرون جاب جون وجون مصر طبعا كانت البطوله 2019 وبعدين في الكاميرون كانت 2022 والبطوله الحاليه احرز الهدف الخامس بالنسبه له يعني اربع نسخ متتاليه يوسف النصيري بيسجل فيهم مع منتخب المغرب وكده اقترب النصيري من رقم اللاعب المغربي احمد فراس الهداف التاريخي للكره المغربيه في كاس امم افريقيا اللي احرز ست اهداف قبل كده كده يوسف النصيري بقى خمس اهداف الركراكي النهارده بعد المباراه قال انتصارنا باقل مجهود وفخور بهذه المجموعه دي يعني طبعا التصريحات بالنسبه لمنتخب المغرب النهارده بعد الفوز على تنزانيا وزي ما قلت لكم منتخب الكونغو الديمقراطيه وزامبيا بيلعبوا مع بعض دلوقتي والتعادل واحد واحد في المجموعة السادسة وبيلعبوا في الشوط الثاني والتعادل واحد واحد بكرة بقى في مواجهة جامدة جدا 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 في المجموعة الأولى بكرة الكوديفوار في مواجهة نيجيريا خلي بالكم نيجيريا المباراة الأولى كانت اتعادلت واحد واحد مع غينيا الاستوائية كانت نتيجة سيئة جدا لنيجيريا في افتتاح البطولة والكوديفوار كانت كسبت 2-0 غينيا بيساو فبكره بقى اصطدام ما بين الكوت ونيجيريا مباراه هتكون قويه جدا في المجموعه الاولى وبرضه في مباراه تانية ما بين غينيا بيساو وغينيا الاستوائيه دي ماتشات بكره غينيا الاستوائيه الاول مع غينيا بيساو وبعدين ساحل العاج ونيجيريا الساعه 7 وبعدين مباراه من المجموعه الثانيه مجموعه مصر مصر وغانا الساعه 10 ان شاء الله اليكس ايوبي نجم نيجيريا قال الفوز على الكوت افضل طريقه لتهدئه الانتقادات طبعا بعد ما نيجيريا اتعادلت المباراه اللي فاتت مع غينيا الاستوائيه في بدايه البطوله كان في انتقادات شديده جدا من الشعب النيجيري للمنتخب فايوبي مهاجم منتخب نيجيريا قال افضل طريقه عشان نسكت الناس اللي احنا نكسب الكوديفور وقال انا بستمتع دايما بالتواجد مع منتخب نيجيريا والفوز بكاس امم افريقيا هو حلمي الكبير واتمنى ان احققه كمان فيكتور اوسمن نجم منتخب نيجيريا قال احنا ما جيناش هنا كوديفوار عشان نعمل سياحه او يعني نتفسح احنا جايين عشان ننافس على البطوله وبيقول ان هو بيتحدى نفسه في الملعب اللي هو فيكتور من لاعب منتخب نيجيريا وقال ان الفريق بحاله جيده وان احنا هنحسن الامور بكره ونحاول نعمل نتيجه ايجابيه امام منتخب الكوديفوار عشان نمشي بشكل كويس جدا في البطولة وإن الشعب النيجيري شعب محب لكرة القدم وإحنا حريصين إن إحنا نسعد الشعب النيجيري دي تصريحات فيكتور أوسمن وتصريحات أليكس أيوبي طبعا نجم أو نجوم منتخب نيجيري ماتشين بكرة جامدين جدا نيجيريا وكوديفوار ومصر وغانا طبعا المباراة الأولى غينيا بيساو غينيا الاستوائية طبعا برضو مباراة يعني فرقة من الفرقتين عايزين يكسبوا الثلاث نقاط عشان يكون ليهم فرصة في الصعود للدور الثاني مع نيجيريا ومع الكوديفور طبعا الكوديفور كمان بتلعب على ارضها بكره في مباراه قويه جدا طيب ده بالنسبه لبطوله امم افريقيا ننتقل بقى الى المنتخب الاولمبي النهارده كان عنده مباراه وديه او مشارك في بطوله وديه في الامارات مع قطر والسعوديه والامارات والعراق المنتخب الاولمبي بيلعب دوره وديه في الامارات استعدادا طبعا للاولمبياد في باريس اللي هتتلعب ان شاء الله في شهر سبعة القادم منتخب الاولمبي النهارده تعادل صفر صفر مع منتخب قطر وزي ما قلت لكم الفتره القادمه هيبقى منتخب مصر الاولمبي بيحتك وبيلعب ماتشات مع مدارس مختلفة شفنا بيلعب مع قارة أفريقيا بيلعب مع منتخبات من قارة أوروبا دلوقتي بيحتك مع منتخبات من قارة أسيا والفرق العربية والخليجية اللي في قارة أسيا بعد كده هنلاقيه بيلعب مع فرق من امريكا اللاتينيه عشان في الاولمبياد هنلاعب كل المنتخبات من كل قارات العالم فمستر ميكالي برضو عامل برنامج ماتشات وديه عشان يجهز المنتخب الاولمبي النهارده المنتخب الاولمبي بدا بتشكيل حمزه علاء في حراسه المرمى حسام عبد المجيد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس في خط الظهر في الدفاع في نص الملعب محمود جهاد ومحمود صابر ومحمد شحاته و الخط الهجومي كان أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر وتحتيه كان مصطفى ميسي وأحمد عاطف قطة في الشوط الثاني في بعض اللعيبة نزلت زي أحمد حمدي وماجد هاني وحسام أشرف وعمر خضر ومحمد مهربي ومحمد محمود وأحمد رضا دي التغييرات اللي كانت موجودة النهاردة في منتخب مصر طيب خليني أقول لكم برضو بعض الأخبار عن الأهلي والزمالك والأندية النهاردة قبل بقى ما نروح نتكلم على كاس الرابطه الاهلي النهارده اعلن نادي الاهلي اعلن عن اقامه معسكر للفريق الاول في النادي الاهلي بدايه من يوم 20 حتى 28 الاهلي هيروح معسكر 8 ايام في الامارات. كابتن خالد بيبو مدير الكرة هيكون هو القائم باعمال رئيس البعثه في معسكر الاهلي في الامارات والاهلي يعني هيروح الامارات لمده 8 ايام يلعب ماتشات وديه ويعمل معسكر تدريبي في الامارات طبعا تعرفين عارفين الزمالك كمان هيسافر بكره الصبح الى الامارات هيشارك في دورتين وديتين. النادي الاهلي طبعا بيستعد بقى بعد انتهاء بطوله افريقيا عنده اول حاجه مباراه مع شباب بلوزداد أه المباراه اللي كانت اتاجلت في بطوله افريقيا بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم الأندية هتتلعب يوم 16 او 17 فبراير مع استئناف الدوري بقى بعد انتهاء بطوله افريقيا ان شاء الله. طبعا في بعض اللعيبه يعني مش هيشاركوا مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه الفتره القادمه لغايه ما يخفوا في اصابات في الاهلي احمد نبيل كوكا كان مصاب لسه لغايه دلوقتي مصاب احمد عبد القادر بيتعالج برضه مصاب رضا سليم محمود متولي كل اللعيبه دول يعني مصابين ومعمل لهم برنامج علاجي وتاهيلي خلال الفتره القادمه الاهلي بيستعد زي ما انتم شايفين دي النهارده اجزاء من تدريبات النادي الاهلي طبعا اللعيبه اللي ما سافرتش بقى مع المنتخب واللعيبه اللي موجوده. طيب خلينا نروح بقى ل يعني زوم حلو يعني معانا زوم حلو كده من من اسبانيا وهو هو قاعد في اسبانيا او موجود دلوقتي في اسبانيا لكن هو اسم ومدرب كبير وكان لعيب كبير جدا في هولندا وكان من المدافعين الاقوياء جدا ومسك في مصر هنا على فكره نادي الزمالك ومسك المنتخب الاولمبي ومسك منتخب مصر الاول وهو مستر رود كرول وانا يمكن اتشرفت ان انا اتمرنت معاه فتره كده قصيره لما كان ماسك نادي الزمالك كنت انا ناشئ في نادي الزمالك واتصعدت للفريق الاول واتمرنت مع مستر رود كرول حوالي شهر في الفريق الاول من المدربين الجامدين جدا واللي كمان يعني عنده تدريبات بدنيه عنيفه جدا كان مدافع قوي جدا في منتخب هولندا من المدربين الكبار طبعا اللي جم مصر مستر رود كرول وقبل كده مسك منتخب مصر في بطوله 96 لو تفتكروا البطوله اللي احنا لعبناها في جنوب افريقيا وعملنا ماتشات كويسه جدا وكده لكن ما قدرناش نكسب البطوله. مستر كرول طبعا برحب بيك وسعيد جدا بوجودك معانا في قناه الحياه. شكرا جزيلا انا سعيد ايضا ب وشكري و و لكل الجميع من يشاهدني مساء الخير واتمنى ان تكون الامور تسير على ما يرام لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه يعني انت مش هتفتكرني بقى انا كنت يعني ما كنت ماسك الزمالك كنت انا ناشئ صغير وطلعت اتمرنت معك حوالي شهر كنت انت ساعتها صعدت مجموعه من الناشئين في نادي الزمالك كنت تحت 20 سنه واتمرنت مع حضرتك حوالي شهر انت مش هتفتكرني بقى إن كان من وقت كبير جداً الكلام ده سنة أعتقد تسعة وتسعين أو ثمانية وتسعين أو 97 بالطبع صعب علي ربما أن أتذكر أنا أخ... استعنت ببعض اللاعبين الشبان آنذاك لمساعدتهم لتطور مستواهم فعلت ذلك مع المنتخب الأولمبي أيضا ثم عندما كنت في مديرا فنيا للزمالك قررت نفس الشيء لأن اللاعبين الشباب هم المستقبل لذلك هذا ما فعلته مع المنتخب الأولمبي وفي 1900 1996 ربما تسعة وعشرة لاعبين صعدنا بهم إلى المنتخب الوطني في عام 1996 ربما لم يكن فزنا نعم في فوزين في جنوب أفريقيا ولكن لم نكن محظوظين وناجحين في هذه في هذا العام كان رمضان شهر رمضان على المنتخب ومن ثم هم التزموا أيضا بالصيام وكان علي احترام رغبتهم و وبالتالي لم لو لو كنا بقينا على نفس مستوى منذ البداية لفزنا بكأس الأمم الإفريقية آنذاك لأنه كان فريق قوي ومنتخب مصر ولديه خبرة كبيرة يعني أنا فاكر البطولة دي طبعا إحنا ساعتها عملنا بطولة كويسة جدا وكسبنا منتخب جنوب أفريقيا اللي هو كان صاحب الأرض اللي منظم البطولة واللي بعد كده كسب بطولة أفريقيا في أرضه وإحنا كسبناهم واحد صفر أنا فاكر كان كابتن أحمد الكاس وكابتن حازم إمام وكابتن عبد الستار صبري وكان سمير كمونه وهاني رمزي وكان مجموعة مميزة جدا مع حضرتك في المنتخب الاول. أحمد كاس أحمد كاس نعم كانت مجموعة رائعة أحمد الكاس أتذكره أيضا لعبنا مباريات جيدة وفي ربع النهائي وفي الشوط الثاني لم تكن هناك طاقة لدى اللاعبين وفي الوقت العادي إذا كان عليك أن تنهي المباراة بنفس القدرة البدنية كان يجب أن يكون الأمر عكس ذلك طيب مستر روت كرول هل أنت يعني في الفترة الحالية بتتابع بطولة أمم أفريقيا المقامة دلوقتي في الكوديفوار؟ بالطبع اتابع البطوله وشاهدت المنتخب المصري وعندما تزاع المباراه في التلفزيون المنتخب المصري قريب الى قلبي ومن ثم اتابعه رايك ايه في منتخب مصر في المباراه اللي فاتت امام موزمبيق والتعادل 2-2 في اول مباراه للمنتخب في البطوله اعتقد من الناحيه الهجاميه الهجوميه منتخب مصر ليست لديه مشكله على الاطلاق، المشكله تكمن في دفاع المنتخب الوطني لانه عندما يهاجم المنتخب المصري يجب على الدفاع ان, يت... أن يكون جاهزا في الهجمات المرتده لان الهدف الثاني كان منظما ولم يستطع الدفاع ايقاف هذا الهدف، ثلاثه مدافعين لم يكونوا على منظمين تركوا المهاجم على راحته وبين ثلاثة مدافعين أحرز هدف هذا بالطبع غير ما مطلوب في على هذا المستوى من المنتخب المصري لأن المنتخب يستطيع أن يؤدي بشكل أفضل في هذه في هذا الصدر بكرة مصر هتلاعب غانا ومباراة مهمة جدا طبعا وانت عارف دايما مواجهات مصر وغانا منتخبين من المنتخبات الكبيرة في قارة أفريقيا وغانا خسرت في المباراة الأولى من الكاف فيردي آه آه واحد صفر ومباراة صعبة جدا توقعاتك ايه لمواجهة مصر وغانا بكرة بالطبع المنتخب المصري لا يستطيع ان يخسر مره لا بالتاكيد لانه على الاقل ربما التعادل ولكن غانا هي ليست الفريق الذي كنا نعرفه من قبل بنفس قدراته ومهاراته السابقه المنتخب المصري هو المشكله يجب ان يسعى المنتخب المصري ان يكون افضل من المباراه الاولى في البطوله المباراه الاولى دائما صعبه في البدايه وال بدايات صعبة حتى يصل الفريق إلى التناغم المطلوب وكانت صعبة كما قلت لذلك سيحقق نتيجة إيجابية غداً. طيب رأيك إيه في محمد صلاح يعني حتى الآن مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا؟ ودور دور محمد صلاح المهم ككابتن لمنتخب مصر؟ بالطبع محمد صلاح احد افضل واكبر لاعبي كره القدم في العالم ومن ثم فهو من قمه اللاعبين كما ولكن كره القدم الافريقيه مختلفه عن عن اسلوب الكره العربيه والاجنبيه في افريقيا الان ليست هناك فرق صغيره كما كان الجميع منظم الجميع يسعى ليؤدي كره قدم رائعه آه وبالتالي هذا يسبب صعوبات كثيرة ولكن محمد صلاح لديه مسؤولية عن اللحظة في الدقيقة الأخيرة وأحرز ضربة الجزاء الأخيرة وهي علامة جيدة له كابتن للفريق وبالتالي في ليفربول يلعب على الجانب الأيمن ولكن اختلف الامر ربما في هذه المباراه وفي ربما في عم عمليه التنظيم ولكن ما زال هو صلاح يستطيع ان يؤدي بشكل متميز شايف ان من الافضل لمستر فيتوريا يلعب ناحيه اليمين زي ما بيلعب في ليفربول ليفربول لديه منظومه مختلفه وبالتالي صعب على المنتخب المصري تنفيذ نفس التكتيكات ليفربول يلعب 4 3 3 وبالتالي مختلف عن اداء المنتخب المصري وتشكيل المنتخب المصري صلاح يستطيع اللعب في اي منظومه ولكن 4 3 3 او 4 4 2 الموقف يختلف طيب مستر رود اكيد انت اتفرجت برضو علي ماتشات اخري في بطولة افريقيا حتي الان مين المنتخبات اللي شايفها ممكن تقدر تنافس علي لقب بطولة امم افريقيا منتخب مصر ما زال المرشحين، المغرب أيضا من المرشحين، السنغال أيضا من المرشحين، ولكن الفرق الأخرى التي بدأت بشكل جيد في البطولة تستطيع أن تنافس أيضا. دور المجموعات دائما صعب في المباراة خاصة المباراة الافتتاحية والأولى. الآن ترى بعض الدول الصغرى والمنتخبات الصغرى منظمة بشكل جيد لذلك ستكون هناك بعض المفاجآت ولكن ما زلت أعتقد أن الدول الكبرى التي تحدثت عنها هي بالطبع أما زالت هي المرشحة وبعد دور المجموعات أستطيع أن أتحدث أفضل ومن هم المرشحين والأقرب للفوز بالبطولة مستر رود كرول ضرب في مصر المنتخب والمنتخب الاولمبي والزمالك مين افضل لعيب انت دربته في مصر وبتحب كنت بتحب تتفرج على اداؤه no, uh... لدي عدد من اللاعبين المتميزين لا لا تستطيع ان تقارن مهاجم بالمدافع او خط الوسط او حارس مرمى كلهم لديهم امتيازات وقدرات كنت محظوظا انني عملت مع لاعبين متميزين لديهم مهارات رائعه عندما بدات مع, مع الشباب والذين صعدت بهم الى الفرق المستوى الاول ادوا بشكل جيد وفخور بها ما فعلته وما حققته لهم من مستقبل كانوا صغارا وهم ايضا فازوا بعام 1998 باللقب وايضا في المنتخب الاولمبي او الفريق الاولمبي حققنا نجاحات ودائما كنت افضلهم. بشكرك يا مستر كرول طبعا وسعيد جدا بوجودي او بوجود حضرتك معانا النهارده في البرنامج ونتمنى لك دايما الصحه والتوفيق في حياتك الشخصيه. شكرا جزيلا وعندما تحتاجني ست... ستجديني دائما مستعدا للتعليق على البطوله. شكرا جزيلا مستر روت كرول طبعا احد عظماء منتخب هولندا كلاعب ومدرب كبير درب هنا طبعا في مصر بشكره شكرا جزيلا مستر روت كرول. طيب خليني اكمل اخبارنا بسرعه كده عشان عايزين برضو نتفرج على ملخصات لماتشات كاس الرابطه النهارده. الزمالك بينهي ازمه مستحقات محمد عبد الغني اللي انتقل لنادي البنك الاهلي محمد عبد الغني كان ليه مستحقات في نادي الزمالك الزمالك النهارده صرف 50% من مستحقاته وهيبقى فيه برضه جزء اخر من مستحقاته وخلاص محمد عبد الغني انتقل لنادي البنك الاهلي من من يومين ثلاثه كده اتكلمت معاكم في موضوع ان الزمالك عايز يتعاقد مع ناصر ماهر وقلت لكم الكلام ده من شهر شهر ونص لكن من يومين قلت لكم ان الزمالك هيشتري ناصر ماهر من فيوتشر وهيدي تلات لاعبين لفيوتشر وده اللي فعلا خلاص اتفقوا عليه اداره الناديين، الزمالك هياخد ناصر ماهر والزمالك يدي فيوتشر عمرو السيسي وبيع وشراء ومحمد طارق وبيسو اعاره. عمرو السيسي هيروح انتقال نهائي لفيوتشر ومحمد طارق المدافع وبيسو اللي هو حسام بيسو الاثنين دول هيروحوا اعاره وهيجي ناصر ماهر الى نادي الزمالك. طيب خلينا نروح برضه للكابتن ايمن يونس نجمنا الكبير ونشوف رايه كده وتوقعاته لمباراه بكره مع منتخب غانا مصر وغانا بكره لقاء مرتقب ونشوف راي كابتن ايمن يونس وتوقعاته الماتش بكره كابتن ايمن ازاي حضرتك كريم مساء الخير الله يخليك كابتن ايمن اخبار حضرتك ايه كله تمام كله زي الفل الحمد, الحمد لله اه طبعا ماتش بكره واخد كل اهتماماتنا وواخد طبعاً. كل تمنياتنا ودعائنا كمان ايوه <applause> شايف الماتش ازاي؟ التشكيل؟ ايه اللي هيختلف عن ماتش موزمبيق؟ مستر فيتوريا ناوي بكره يغير ولا هيثبت التشكيل؟ اتمنى ان فيتوريا يلاقي التشكيله المثاليه والاسلوب المثالي. امم لان فيتوريا بصراحه في الماتش الاولاني كان هو اقل واحد في المنظومه الكرويه. ايوه اساء جدا اختيار التعامل مع اللعيبه اساء جدا اختيار توقيتات التغييرات. اساء جدا التعامل مع الهديه الربانيه اللي جات له اللي هو الهدف المبكر. مم. بعد الهدف المبكر وفضل فضل سايب الملعب مفتوح وافتكر ان هو هيلعب جيم كبير يكسب فيه اربعه خمسه. ايوه. لكن هو مش من افريقيا ولا هو حافظنا ولا احنا حافظ ولا هو يفهم احنا حافظين ايه لان احنا حافظين يعني ايه رطوبه ويعني ايه حر ويعني ايه طاقه بدنيه ويعني ايه قدرات بدنيه ويعني ايه حدود وامكانيات لعيبه. امم. بلس هو طبعا بدل ما يروح للطريقه ويعمل سيناريو ثاني مختلف فضل ما بيلعب بنفس الطريقه لحد ما اتغلب 2-1 لان هو كان لازم بعد الهدف الاول بعد اول نص ساعه ينزل هاف ديفندر ثاني جنب النيل ايوه ويبتدي يقفل عمق الملعب ويدخل زيزو بدل ما هو بيلعب بيه ولا يمين ولا شمال ولا وينج ولا هجوم يدخله يلعب نمر 10 ويطلع حمدي فتحي ويلعب باثنين ديفندر ويبتدي يبقى عنده فريق بيعرف يدافع جامد قوي ويعمل كاونتر اتاك ده انت عندك ملوك الهجمه المرتد ده انت عندك محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد ملوك الكاونتر اتاك يعني الميزه بتاعتك يوم لما ربنا يديك هديه وانت ما تستغلهاش وتلعب بطريقه يعني كلاسيكيه سهله لدرجه جرأت فرقه ما كانتش تحلم انها تعمل النتيجه دي معاك اعتقد فيتوريا كان اقل واحد في هذه المباراه الناس اللي بتتكلم على نيني الناس بتتكلم على صلاح على زيزو عفوا كلكم تتكلموا براحتكم ما بنتكلم على الحقيقه ليه اللعيبه بتظهر شكل كويس او شكل وحش من ان ده بيبقى دايما جاي من المدير الفني أي. فن اظهار اللعيبه الصوت بتاعت مصر كانت متباعده المسافات بين اللعيبه كانت متباعده فكل حاجه كانت سهله لفريق موزمبيق واحد يزق الكره يلاقي نفسه هو الجول زي ما حصلت مره واثنين وثلاثه لقي قوي ان احنا بعد كل الوحشه اللي احنا فيها دي احنا نطلع متعادلين والمباراه كانت محظوظين ان احنا طلعنا متعادلين لكن المباراه طعم درس لنا أي. هل بقى مواجهه غانا تستدعي المغامره مع فرقه مجروحه مغلوبه من الرص الاخضر اللي, اللي بدات تفكر يا سلام انا اكسب موزمبيق يبقى انا ضمنت ان انا ممكن اتصدر المجموعه فيها مصر وغانا اعتقد الحزبه لازم تكون مليئه بالحرص، الناس اللي تقول لك لازم ننزل نكسب ونعمل لا، السيناريو بتاعك هتلعب في الماتش ده ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها هتلعب 90 دقيقة بنفس الطريقة، لو فيتوريا بيفكر كده يبقى فاهم غلط. ايوه لازم يبقى عنده سيناريو متعدد للمباراة. أنا أعتقد لازم يكون عنده دفاع قوي جدا في نص الملعب. امم لازم محتاجين اثنين ديفندر، ومحتاجين نرجع للطريقة التقليدية. 4 2 3 1 4 2 1 3 يعني ان زيزو يلعب نمر 10 ويلعب قدامه ثلاثه مصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجيه ويلعب تحتيهم زيزو ويلعب بس يبقى في اثنين ديفندر وقدامهم زيزو مروان عطيه اه مروان عطيه والنني بقى بشكل سهل جدا ايوه واذا كنت بقى بترغب ان النص بتاع الاولى او تخطف فيها هدف او تحسم بيها المباراه اتفضل انك تنزل عمر كمال عبد الواحد وفتوح أوه. وتهاجم بكامل خطوطك وعندك العمق بتاع الملعب بتاعك بقى مقفول جامد جدا ان انت العمق الملعب الدفاعي المتقدم والمتاخر كانوا سيئين جدا الماتش ده. ايوه بس انا عندي معلومات يا أه. كابتن ايمن ان هو مش حاطط مروان عطيه خالص في دماغه يعني حتى امبارح كان عامل تقسيمه 11 لعيب و11 لعيب كان مروان عطيه وياسر ابراهيم بره التقسيمه. مين الديفندرات اللي معاه الثانية ما هو لو حمدي لا... فتحي النني مهند لشين حمدي, حمدي فتحي ما بقاش يقدر يدي نمرة ست اه شخصيته وبعد ما تقص... ما طعم الاهداف وان العيد نص الملعب يجيب اجوان بقت الفكرة في دماغه كبيرة قوي ايوه المقارنة بقت بينه وبين زيزو المفروض م. اتمنى فيتوريا يكون على قد مستوى تفكيرنا لان اي حاجة غير كده قد تكلفه كتير خلي بالك تعادل خسارة انت هتتوفر ايوه وهتقابل الراس الاخضر اللي هو ممكن يكون ممكن يكسب موزامبيك الراس الاخضر يوم الجمعه ويبقى الجمعة. ست نقط يعمل لك ضغط او الاسوء انه يتعادل ويبقى ياخد منك نقط من الماتش صح انت فاهم؟ انت لازم يكسب ممكن يتعادل تبقى عايز يتعادل معاك او يكسبك اقصد فيكتوريا لازم يكون عنده سيناريو كذا سيناريو للمباراه كمين. سيناريو ازاي اكسب توقيت المكسب ده امتى؟ انا شايف بدايه المباراه. مم. لازم النص ساعه الاولى مصر تاني تجيبها هم كمان منتخب غانا خلي بالك خسران ومضغوط وخايفين مننا، يعني برضو مش احنا بس اللي نقد هم كمان موقفهم اصعب. ايوه بس هم بقوا مستبيعين شويه. اه. ليه؟ خ... ولا نقطه. لو تعادل معاك ما استفدش وعايز يكسبك فهو ممكن ينزل مم. يهجم هجوم بعشوائيه مبالغ فيها. اي ويفقد حرصه. مستوى ذكائك بقى وتفكيرك وانت هتلعب ازاي وتفكر ازاي الموضوع عند فيتوريا فيتوريا صدمني الماتش الاولاني اتمنى فيتوريا الماتش الثاني يكون اكثر ذكاء ودهاء م. في المباراه ان شاء الله ماتش صعب كالعاده تمنياتنا دعائنا املنا كثير وكبير في لعيبه كتير قوي لكن اتمنى ان منتخب مصر يوفق في اول نص ساعه اولى ويجيب هدف ان شاء الله بشكرك كابتن ايمن وروشته هل... جميله وكلام بسيط ويعني فعلا المدرب لازم يبقى عنده سيناريو اكتر من سيناريو سيناريو المباراه ويشوف الطريقه المناسبه لامكانيات لعبته واللي هو عايزه من المباراه والمنافس اللي هنلعبه ودي حاجات مهمه جدا لازم يفكر فيها المدير الفني طبعا قبل مباراه مهمه بكره وخلي بالكم مباراه بكره غير اللي هي مباراه قويه ككوره وكده مباراه اعصاب ضغوط نفسيه على منتخب مصر وضغوط نفسيه على منتخب غانا هنطلع فاصل ونرجع ناخد ماتشات كاس الرابطه النهارده عندنا حاجات كتير جدا في برنامجنا بعد الفاصل ان شاء الله تاني مع بعض وخلينا نروح لمحللنا احمد فوزي ويقول لنا بقى بكره بالارقام كده بلغه الارقام والتوقعات والتشكيل والطريقه اللي هيلعب بيها منتخب مصر ومنتخب غانا في المباراه المهمه بكره ان شاء الله. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا بيك يا كابتن كريم واهلا بكل المشاهدين الله يخليك اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد كله لله كله تمام؟ الحمد لله بكره ايه الاخبار؟ يعني طبعا هي مباراة صعبة جدا على المنتخبين بعد ما المنتخبين بدأ البطولة يعني بنتائج غير متوقعة تماما حطتهم في موقف صعب مفترض قبل البطولة كان المرشحين التأهل عن المجموعة دي هي مصر وغانا مم. ونشوف الكلام على مين أول ومين تاني لكن الاتنين بيبدأ بتعثر مصر بتعادل قدام موزمبيق بالعافية وغانا بخسارة أمام كاب فيردي ده يخلي المباراة ما بين الاتنين يا قاتل يا مقتول فده يدي ضغوط كبيرة على المنتخبين يمكن النتائج ما تعكسش مفترض المستوى الطبيعي حتى بتاع المنتخبين ليه لان مصر في المباراه الاولى كان ممكن جدا على فكره المباراه تخلص بسكور لمنتخب مصر ولكن تشعر بان منتخب مصر بعد التقدم تعامل مع المباراه ببعض من التعالي شويه الاستسهال على المن... للمباراه وعلى المنافس فبالتالي ادى دوت لان هدفين في دقيقتين متتاليين قلبوا الماتش وعقرب معاك وبقيت بتحاول تخرج على الاقل بنقطه ده مش معناه ان موزمبيق احسن من مصر ده مش معناه ان مصر امكانياتها ضعيفه اللي هو ايه ده تعادلنا مع موزمبيق يبقى مستحيل نروح بعيد ولكن هي بتبقى ظروف مباراه حضرتك عارف ده كويس طبعا مش أي. ظروف المباراه بتختلف فمصر بكره اكيد مش هتظهر بنفس الشكل اللي ظهرت بيه قدام موزمبيق وهيكون الشكل افضل مع بعض التعديلات في التشكيل اللي اتكلم حتى عنها روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي النهارده وقال ان طبعا قد تشهد المباراه بعض التعديلات في التشكيل هنرجع لها تاني من الناحيه الثانيه غانا غانا حتى برضو مع كريس هوتن مدرب غانا النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي واشاد بحارس مرماه ريتشارد وقال ان هو أنقص كرتين في ماتش كاب فيردي وان هو لولاك كنا ممكن نخسر بنتيجه اكبر م. قال ان ان انا على طول ببقى مساند للاعبي فريقي في الفوز او في الخساره واحنا بنتحمل جميعا النتيجه وان احنا هنحاول ان احنا نظهر بشكل جيد ايضا جوردن ايو الكابتن بتاع منتخب غانا وقائد المنتخب النهارده ظهر في مؤتمر في المؤتمر الصحفي وقال اشعر ان غدا قد يكون يوم سعيد للشعب الغاني بسبب النتيجه ده ليه لان منتخب غانا بعد الخساره بتاعه المباراه الاولى اكيد كل اذهان الغانيين رجع لها المشهد بتاع البطوله الماضيه البطوله الماضيه الجزء لما منتخب جزر القمر الشقيق العربي طبعا فجر مفاجاه كبيرة جدا وأقصى غانا من دور المجموعات وتأهل مم. منتخب جزر القمر للدور الثاني فكانت كارثة لكل الغانية أنت تخرج من دور المجموعات في بطولة 24 منتخب فهم الآن دلوقتي بيواجهوا نفس الشبح مجددا لما يخسروا قدام كاب فيردي والماتش الثاني قدام مصر دي أسباب هتخلي منتخب غانا طبعا يلعب المباراة بتاعت بكرة بتركيز أكبر بكتير جدا من المباراة الأول مش بس بقى تركيز أكبر ولكن هيستعيدوا بعض اللاعبين المهمين وعلى راسهم طبعا محمد قدوس مم. محمد قدوس, قدوس, قدوس خف خلاص يعني النهارده ما حسمش امره آه المدرب ما قالش يعني لما اتسال قال هيلعب ولا لا قال محمد قدوس لاعب مهم تحت ج... اه تحت التقييم بالظبط قال لاعب مهم جدا ولسه احنا بنركز على كل الفريق فممكن يكون بيخادع ممكن يكون فعلا مش جاهز ممكن يكون مم. مش عايز يكشف عن كل اوراقه ولكن ان عاد محمد قدوس في مباراه آه مصر فطبعا هيفرق جدا مع وسط ملعب منتخب غانا فكل دي امور لازم نحطها في حسباننا قبل ماتش بكره لانها قد تعدل الموازين سواء لمصلحه منتخب مصر اللي هيخش المباراه بكامل تركيزه مش زي ماتش موزمبيق او لصالح لا قدر الله منتخب غانا اللي هيخش ايضا المباراه ومتحفز أكتر لعدم تكرار تجربه البطوله الماضيه وكمان قد يستعيد بعض اوراقه التي غابت عن المباراه التشكيل مصر بكره المتوقع مين اتوقع ان هتحصل فعلا بعض التعديلات، محمد الشناوي مفيش بديل ليه يعني في ال... هو كان ظهر بشكل كويس، هنبدا من اول الباك اليمين التعديلات المحتمله، عمر كمال ولا محمد هاني؟ انا مش هقول توقع، انا عن نفسي انا شايف ان محمد هاني اللي يكمل لان حتى عمر كمال لما شارك ما كانش افضل فنيا يعني من محمد هاني، قلبين الدفاع ورغم ظهورهما بشكل غير جيد في المباراه الاولى ولكن اعتقد هما الاكثر خبره فاعتقد برضه ان حجازي وعبد المنعم اللي هيلعبوا لان الناس بتقول لك ياسر ابراهيم يخش ياسر ابراهيم اصلا ما كانش في القائمه في المباراه اللي فاتت فده معناه وما كانش في القائمه في الاول فده معناه ان روي فيتوريا مش شايف ان هو البديل الاول حتى بعد الاثنين دول فاعتقد ان عبد المنعم وحجازي هيكملوا نبدا بقى من اول الشمال فتوح ولا حمدي اتوقع ان قد يدخل فتوح في التشكيل الاساسي بدلا من محمد حمدي م. وسط الملعب مفترض ان انت بتلعب غانا فبحتاج ان أنت يكون في تقفيل دفاعي اكبر من مباراه زي موزمبيق ف من ضمن نقاط الضعف بتاعتنا في المباراه اللي فاتت ان النني كان هو اللي بيلعب الدستروير المطالب بان هو يحطم هجمات منتخب موزمبيق ودي مش نقطه قوته نقطه قوته ان هو يكون خط الوسط المساند اللي بيحرك الكره لقدام فعشان كده اتوقع ان النني هيعود لمركزه واتمنى ده النني و... 8 النني 8 6 ومين 6 يبقى حمدي فتحي ومروان عطيه يبقى انت كده قفلت الدفاع بشكل جيد عندك حمدي فتحي بيعرف يتقدم ويخش ويكمل مع المهاجمين وكمان بيعرف ان هو يجيد الادوار الدفاعيه بجانب المهاجمين ده ثلاثه هيلعبوا حمدي فتحي ومروان ونني اتوقع ان ماتش غانا محتاج ماتش ان انت تقفل اكتر زياده عن اللزوم بس يعني مين هيكمل قدام مع حمدي, حمدي فتحي بيجيد ده احنا لما لعبنا زيزو المره اللي فاتت مش هو المفروض اللي كان مطالب يعمل ده عمله ولما امام عاشور نزل هل عمله اتوقع ان حمدي فتحي لا ممكن يكمل وتحط محمد صلاح بقى في مركزه الاساسي كجناح يمين مش كشادو سترايكر زي ما كان بيلعب الماتش اللي فات ومصطفى محمد وشمال عمر مرموش ولا تريزيجيه زي ما بدا اعتقد تريزيجيه وكده كده اي ايا يعني كان مين اللي بيبدا فالتاني بينزل في الجزء الثاني انا شايف ان دي يعني طريقه دفاعيه اكتر يعني من اللازم اعتقد انت لازم في وقت ان مصر مصر احسن من غانا دلوقتي احنا احسن من منتخب غانا ولكن حتى بالطريقه دي انت عندك النني مش هيبقى بادوار الدفاعية كبيره آه. وعندك حمدي فتحي اه هو بيجيد الادوار الدفاعيه ولكن احنا بنشوف مع روي فيتوريا هو سجل ثلاث اهداف فبالتالي هو بيعرف ان هو يطلع لقدام عندك النني لما بيحرك محمد صلاح هو اللي هيكون المحرك مش ان هو بيقطع الهجمات لا يبقى هيبقى في جوانب هجوميه كويسه مش ان هو مجرد دفاع ده في وجهه نظري يعني. بالنسبه لمنتخب غانا متوقع ايه يعني هل درست تشكيلهم او طريقه اعتقد لعبة؟ هو محمد قدوس طبعا لو دخل او رجع من الاصابه هيكون هيدخل في التشكيل الاساسي اعتقد ان جوردن ايو برده طبعا هيكون من الاوراق طبعا صاحب الخبره الكبيره جدا يعني فاعتقد برده هيكون من الاوراق الاساسيه يعني في تشكيل المنتخب غانا مش هيبقى فيه تعديلات كتيره لان هو اوريدي هو ده القوام الاساسي اصلا بتاع منتخب غانا هم ما كانوش مريحين لعيبه مثلا قدام كاب فيردي لا هو كان بس الاصابه اللي ابعدت قدوس والحارس المرمى طبعا ظهر بشكل مميز وابعد اكتر من كوره فعشان كده اعتقد ان هو هيكون نفس التشكيل اللي لعبوا بيه قدام كاب فيردي باستثناء قدوس لو عاد من الاصابه خطوره منتخب غانا فين خطوره منتخب احنا ما شفناهاش في ماتش الراس الأول. <applause> دي حقيقه فعلا هو كاب فيردي مش بس كسب هو كسب وكمان كان افضل في المباراه وهو ده الشيء الغريب يعني موزمبيق عدلت معانا وكان ممكن يكسبه بس في الاخر احنا استهترنا ولكن كافيردي تشعر ان كان الاخطر واللي بيهدد منتخب غانا اكتر غانا محتاجين نحرص على التصويبات من خارج منطقه الجزاء لانهم بيجيدوا تصويب سواء جوردن ايو اندري ايو قدوس الثلاثه بيشوطوا كويس جدا ومحتاجين الاجنحه طبعا بتاعتنا خصوصا ان محمد حمدي و محمد هاني وعمر كمال الاثنين اللي لعبوا الماتش اللي فات ما ظهروش بشكل جيد دفاعيا فعشان كده اعتقد ان احنا محتاجين المره دي نحرص اكتر بكتير من الاجنحه اللي هي دايما بتكون خطوره غانا من ناحيتها. طيب توقعاتك ايه بقى نتيجه الماتش؟ يعني انا اتوقع واتمنى ان يفوز منتخب مصر بهدف ما اعتقدش طبعا المباراه هتكون مفتوحه يعني بين المنتخبين فاتوقع انها هتكون مقفوله جدا وهتتحسم والنتيجه متقاربه فعشان كده اتمنى تكون لصالح منتخب مصر بهدف يكون شيء جيد. تتوقع جاي. الراس الاخضر وموزمبيق؟ يوم الجمعه مين يكسب اتوقع بقى المفاجاه هنا ان ممكن تعادل او موزمبيق تعمل حاجه لان كاب استنزفت في ماتش غانا ودلوقتي انا متوقع ان هم في المعسكر بتاعهم يشعروا بنشوه نشوه بقى بس فرصه تاريخيه ليهم لو كسبوا موزمبيق يتاهلوا فرصه تاريخيه غير معتدين عليها هما مش متعودين ان هما يتحطوا في الموقف انا بقى. عكسك انا متوقع الراس الاخضر يكسب ده مزمبيق. المنطق بالمستوى اللي ظهرنا بيه في الماتش الاول ولكن مم. انا احساسي ان موزمبيق قد تعمل حاجه بقى مع كاب فيردي ويخلص تعادل او ان موزمبيق بقى تخطف فوز او حاجه يعني والله نتمنى يعني ان شاء الله منتخبنا باذن الله بس اهم حاجه ملناش دعوه بالنتائج المنتخبات الاخرى عن نفسنا طبعاً. يعني نركز على نفسنا ونقدر نكسب ان شاء الله مباراه غانا عشان مباراه الراس الاخضر ما تبقاش صعبه تحب تضيف حاجه عن مباراه بكره يا احمد يعني هي مباراه لازم ندخلها بهدوء اعتقد ان النتائج اللي حصل اللي عملها بقيه المنتخبات الكبيره في البطوله شالت بعض الضغوط اللي علينا لان المنتخبات الكبيره كلها عانت باستثناء المغرب يعني والسنغال المباراه لازم نبقى نوقن من نفسنا من جوانا كلاعبين ان احنا لا احنا مستوانا مش كويس ولكن احنا اخطانا وان احنا استهترنا في المباراه الاولى ولازم يبدا يبقى درس الجمله والترند اللي طالع ان هو المنتخبات كلها بتخسر بس هيعوضوا ويوصلوا للنهائي قدام الارجنتين ده مش معناه ان احنا مجرد ان احنا تعادلنا او تعثرنا كفاء لخير زي الاعلانات اللي معموله بتاعت ان احنا اه ده حلو قوي هنغير كل حاجه عشان نبقى كويسين ولكن لا هي الواقع ان هو الارجنتين تحولت بشكل كامل بعد ماتش السعوديه في كاس العالم لمنتخب بيقاتل على كل كوره بيحارب بالفعل يعني فده اللي مطلوب من منتخب مصر علشان يوصل للنهائي وفعلا يعيد تجربه الارجنتين زي ما بيقولوا محتاج ان انت مش بس تتفائل ان انت اتعثرت لا محتاج انت تتحول فعلا في ارض الملعب اشتغل على كده وروح اكتر لان دي افتقدناها في المباراه الاولى وده كان اكتر شيء ما زعلني الحقيقه اكتر من النتيجه لان انا عارف احنا كده كده ان شاء الله هنتاهل من المجموعه ده في احسن توالد ولكن ان انت تلعب في البطوله اللي انت بتقول ان انت عايز بقى ترجعها والجيل ده يستحق الفوز بيها ورايح علشان تصالح الجمهور والكلام ده كله فيبقى ده اول ظهور ليك في البطوله ده كان المحبط بالنسبه لي يعني. بشكرك يا احمد وان شاء الله نتقابل بعد الماتش ان شاء الله باذن الله ونكون يعني منتخبنا عامل نتيجه ايجابيه باذن الله بشكرك احمد فوزي شكرا حنلنا المميز بشكرك شكرا جزيلا هنطلع فاصل ونستقبل الاستاذ احمد القصاص ودوري المحترفين معلش طبعا الوقت قصير لكن لازم برضه ناخد يعني اخبار ونتائج دوري المحترفين اللي دخل في مراحله الحاسمه في اخر ثلاث اسابيع في المرحله الاولى من دوري المحترفين بعد الفاصل مع الاستاذ احمد القصاص ان شاء الله يعني في ظل برضو بطولة أمم أفريقيا لكن برضو الاهتمام بدوري المحترفين إن الدوري ده بيضم جميع أندية محافظات مصر من الشمال للجنوب من الغرب والشرق يعني دوري مهم جدا دوري القسم الثاني والثالث دوري المحترفين استاذ احمد ازي حضرتك كابتن ربنا يخليك اخبار حضرتك ايه الحمد لله تمام كله كبتر. تمام كله تمام طيب يعني سريع معلش الوقت قصير النهارده انا عارف انك انت مصمم على الحلقه طبعا دوري المحترفين آه يعني بالنسبه لي مهم جدا كنت اتوقع ان الحلقه هتؤجل الاسبوع الجاي لكن انت مصمم برضو على الحلقه عشان الناس برضه يعني أيوة. تعرف اخبار دوري على المحترفين هنتكلم الاول نشرح للناس دوري المحترفين فاضل فيه كام كام جوله تمام فاضل فيه جولتين اللي هي في المرحله الاولى في المرحله الاولى ايوه اللي هي 10 فرق هينافسهم ثلاثه هيصعدوا اثنين يصعدوا والثالث ملحق مع انديه الايه القسم الثاني به. تمام ال10 الثانيين دول هيلعبوا برضو دوري وانا اتوقع ان الدوري ده هيبقى قوي جدا من 10 انديه سته هيهبطوا سته هيهبطوا لان انت عندك الـ الـ المنافسه على الصعود سهله شويه هتبقى مبدئيا الى حد الى حد يعني بنسبه كبيره شكلها الملامح بتاعتها واضحه لكن لكن معركه الصعود ديت اللي هيبقى دوري قوي جدا تمام هنقسم الفرق سريعا للناس تبقى عارفه خمس فرق ضمنت تواجد ضمن العشر الاوائل تسعة 39 نقطه وادي دجله 32، حرس الحدود 32، لافينا 30، غزل المحله 29، وعايز نقطة واحدة من مباراة النجوم ودي أي. نقطة يبقى خلاص ضمن، ادي الخمسة اللي هم ضمنوا وخلاص اللي ايه؟ يبقوا فوق من ضمن العشر اللي هيصعدوا. وخمس فرق تقريبا خلاص هيلعبوا مع الايه؟ العشرة اللي هينافسوا إيه العشر على الهبوط. تمام. النص التعدين خمس نقاط المقصه تسعه النجوم 13 جمهوريه أربعتاشر 14 ومكادي 15 نقطه دول خلاص في بقى عشر فرق دول اللي هم اغلبهم هيبقوا في النص بقى دولت ايه بقى لم يحسم امورهم ما اتحسمتش حتى الان مم. عشر فرق لو هم مع الناس اللي هم في العشر اللي هيبقوا حي... وهينافسوا على الصعود او في الناس اللي هتربط عشان كده المعركه بقى اسمها ايه معركه منتصف الجدول طيب اللي هم بقى مين 10 فرق بترقص ب 28 نقطه طنطا 26 سكر حديث 25 القناه 24 راي 24 بروكس 23 ابو ايل الاسمده مع محمد عطيه م. ولع الدوري في مكتبه بالامس 21 الاتصالات 21 اسوان 21 نقطه ودهبنه 20 نقطه تمام الجولات اللي هي متبقيه سريعا الناس تبقى عارفه بتروجيت هيلعب داخل مع الاتصالات وخارج مع مكادي وادي دجلة هيلعب داخل مع بطولة اسيوط خارج مع لافينا حرس الحدود هيلعب خارج مع دكنس وداخل مع جمهورية شبين غزل المحلة هيلعب خارج مع النجوم اللي هو الماتش الجاي مع النجوم وداخل في ملعبه مع دكرنس، لافيينا هيلعب خارج مع طنطا وداخل مع دجله، بتروق اسيوط هيلعب خارج مع وادي دجله خارج ملعبه يعني وداخل ملعبه مع السكه الحديد، طنطا هيلعب داخل ملعبه مع و وهيلعب خارج ملعبه مع المقصه، القناه هيلعب خارج ملعبه مع السكه وهيلعب خارج ملعبه مع النصر التعدين، رايح هيلعب داخل ملعبه مع المقصه وخارج مع ابو إير. يعني الاثنين في اسكندريه بروكسي داخل مع مكادي وهيلعب خارج مع اسوان، وي او الاتصالات هيلعب خارج مع بتروجيت وداخل مع النجوم م. دي كرنس هيلعب داخل مع حارس الحدود وخارج مع غزل المحله اسوان خارج مع نص تعدين وهيلعب داخل مع بروكسي ابو قير الاسمده هيلعب داخل مع شبين وداخل مع راية وده اتوقع ورا بعض على عرضه اه يعني هو هو اسهل فرقه م. هو واسوان اسهل فرقه فرقتين ممكن تبقى الامور متاحه لهم ان هم يتواجدوا من ضمن العشره الكبار. تمام. كابتن سريعا بقى عشان اللايحه ما حدش يعرفها في مصر كلها لايحه ما بعد الدور الاول ما ينتهي. المرحله الثانيه. المرحله الثانيه. ايه في حاله التساوي الفرق, الفرق كلها في عدد في عدد النقاط يلجاوا للمكاتب المباشره. في حاله التساوي يروحوا لنظام فارق الاهداف لغوا عليه. م. في حاله التساوي يروحوا للايه للاهداف له برضه فقط أيه. في حاله على الصعود والهبوط ها على الصعود والهبوط هي مجموعه الصعود ومجموعه الهبوط ايوه الاثنين مع بعض أيه. في حاله التساوي طبق نظام الفريق الذي احرز هدف أكثر, اكثر في البطوله اهداف اكثر يعني اللي اللي أيوة أيوة. سجل اللي احرز سرب... اهداف اكثر برضه في حاله التساوي تقام مباراه فاصله بين فريقين على ملعب محايد واللي يحددها لجنه المسابقات بس اول حاجه المواجهات المباشره المواجهات المباشره آه. المواجهات المباشره ناس كتير هتقول لك اه بعد نهايه الدوري مش المواجهات المباشره في الدورين زي السنه اللي فاتت لا بعد نهايه الدوري في حاله انتهاء المباراه اللي هي الفاصله بالتعادل مم. يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحيه في حاله التساوي اكثر من فريقين يتم عمل دوري بينهم كابتن ديت نهايه الايه اللائحه بتاعه الدوري قسمه طيب تعال نتفرج على الماتشات عشان الاهداف كيف. نشوف الاهداف ونشوف نتائج الماتشات في الجوله ال17 اللي هي ناقص يعني جولتين, جولتين على نهايه دي. المرحله الاولى من دوري المحترفين نشوف كده النتائج مع بعض جمهوريه شبين فازت على ديكيرنس 2-1 حرس الحدود فاز على النجوم 1-0 المحله غزل المحله وبتروجيت 1-1 واحد واحد. الاتصالات وبروكسي 0-0 صفر صفر. مكادي والنصر التعدين 0-0 صفر صفر. اسوان والسكة الحديد اسوان فاز على السكه 1-0 ايوه وادي دجله على القناه 2-0 بطرق اسيوط مع طنطا 0 0 لا فيينا ولا اروع ولا اجمل على راية 2 0 وابو قيل الاسمده بيغرد طبعا في كسب المقصه 2 0 شوف الاهداف كده مع بعض ماشي كابتن دي مباراه شبين جمهوريه شبين ودكرنس دكرنس تقدم 1 0 بهدف احمد حسني من ضربه جزاء وبعدين جمهوريه شبين تعادل محمد عبد المنعم برضه من ضربه جزاء وقدر مؤمن محسن مؤمن محسن يجيب الهدف الثاني وفوز جمهوريه شبين 2-1 ثلاث نقاط واحد. مهمه لشبين وده وده الهدف الثالث لمؤمن محسن على فكره كان بيلعب في القناه وكان بيلعب في سواج يا كابتن ايوه نروح للمباراه اللي بعديها اللي بعديها بقى حرس الحدود والنجوم واحد صفر وده ماتش كان قوي جدا يا كابتن ايوه وانا بحيي طبعا النجوم برغم الظروف اللي, اللي فيها ان هو الصعبه ان هو يعمل نتيجه كويسه مع حرس الحدود وكان معاه حسين حمدي مدرب او مدير فني أي. كانوا بيتكلموا مع كابتن شريف خشاب والكابتن ايمن مزين لكن ما توصلوش لحل محمود ابو جوده اللي احرز هدف حرس الحدود من اللعيبه المميزين جدا انت عارف ابو جوده طبعا اه دي غزل المحله وبتروجيت واحد واحد يا استاذ احمد اه من المباريات جدا مباراه تقدم. ممتعه طبعا آه. سامح ابراهيم وبعدين عبده يحيى اتعادل بضربه راسيه لعيب مميز جدا عبده يحيى اه جون حلو الجون اللي والمحلة طبعا رحل بعد الماتش ده على طول رغم ان مع بتروجيت يعني كابتن حسام عبد العال وتم التعاقد مع الكابتن احمد عيد عبد الملك دي مباراه آه... مكادي الاتصالات وبروكسي الاتصالات وبروكسي اتصالات لعب في ملعب الترسانه في ملعب الترسانه الكابتن هاني العقبي طلب كده يعني بيتفائل بملعب الترسانه ايوه ايوه يتعادلوا صفر صفر ايوه مم. بروكسي بال بالبرتقاني بالبرتقاني والاتصالات بالرمادي لكن مكسب برضه لمحمد حامد ايوه مع كابتن هاني العقب اه طبعا دي مكادي والنصر البروكسي. التعادين صفر صفر برضه مكادي بيقولوا لي ضيع فرص كتير قوي في الماتش ده محمد آه. كابتن محمد صلاح معذور الكرة دي هدف ومزلوم. ملغي م. لمكادي هو تل... استبعد تسع لعيبه وتعاقد مع سبع تمن لعيبه ايوه وان شاء الله الايام اللي جايه تبقى باذن الله هدف ده هدف رائع. ملغي المكادي اوفسايد هدف رائع يا كابتن دي مباراة اسوان والسكة اسوان والسكة الحديد جول حسام عرفات عارف حسام صفر. حسام كان بيلعب في الزمالك اه وامبي ودجله لعب ولعب في امبي ولعب في بتروجيت لعب في انديه كتير اه وهدف الفوز لاسوان على السكه 1 0 دي مباراة القناه وادي دجله وادي دجله بالابيض كسب 2 0 في آه. ملعب القناه في اسماعيليه ملعب القناه دياستي محمود دياستي متألق مع تألق الهدف السابع ليه كابتن الموسم ده كان بيلعب في النجوم اه بيلعب انت و... وانت موجود اللعيبه المميزه المميز كويس قوي واكرم عبد ربه طبعا ما لعبش الماتش ده هو ولا سايكو كنتيه المه... احسن مهاجمين في نادي القناه معذور الكابتن سامر عبد الرحمن واكرم رايح دجله خلاص اكرم اضربه راح بس اشترط عليه الكابتن سامر يلعب ماتش السكه اللي جاي مم. وبعدين يمشي الأحرز الهدف الثاني الوادي دجله علي حسين وخلي بالك برضو علي حسين يعني من الهدف الخامس ده كان بيلعب في الداخليه أي. والسويس دي مباراه بترول اسيوط وطنطا وخلصت 0 0 رغم ان بترول اسيوط يعني انا شايف ضيع فرص كتير شكرا طبعا كابتن ياسر سمير وعصام عبد الراضي ومصطفى ايمن وطبعا الدينامو زي ما بيقولوا محمد الشامي دي مباراه لافيينا ورايا 2-0 لصالح لافيينا ماتش رائع يعني 2-0 لافيينا راكب الماتش عندهم حته جون يا كابتن زياد زياد عسكر ده ده يلعب منتخب ده حارس مرمى حارس مرمى يلعب منتخب اولمبي والله والله عظيم حارس مرمى كويس 195 سم ثالث ماتش له كاميني طبعا كان حصل دروب كده هو بقاله ثلاث ماتشات أي. عامل ماتشات روعه مع نادي لافيينا الاحرز هدفين لفيينا محمد جبس محمد جبس ويوسف, ويوسف فهد يوسف فهد فهيد يوسف فهيد فهيد مم. دي مباراه المقصه أبو قير الاسمده وفوز ابو قير الاسمده 2-0 محمد مجدي وخالد ربيع اللي جابوا الجونين وده محمد عطيه المدير الفني بقى لابو قير وده يستاهل التحيه بصراحه لان هو مدرب شاطر وانا انا واثق ان مجلس دارة هيدي له الفرصه خلاص وكمل نهايه الموسم ترتيب بقى المجموعه دي يا كابتن ماشي ترتيب المجموعه 39 في المركز الاول بتروجيت بحيث الكابتن سيد ايه طبعا عامل موسم ولا اروع ولا اجمل وادي دجله 32 حرس الحدود 32 لافينا 30 غاز المحله 29 بترقص 28 طنطا 26 السكه 25 نقطه القناه 24 راي 24 نقطه بروكس 23 ابو ايه الاسمده 21 وي 21 اسوان 21 شوف الصراع يا كابتن صراع قوي أيه جدا أيه. على المركز التاسع والعاشر كل الدول بينفذوا والثامن كمان اه طبعا والتامن بس جولتين دي كيرنس 20 مكادي 15، جمهورية شبين 14 نقطة، النجوم 13، في المركز قبل خير مقصة 9 نقاط، وأخيراً نصر التعدين 5 نقاط. طيب خلينا الجولة. اه الجولة الجاية بقى أنا هقولها لك وانت تقول لي توقعاتك. ماشي ماشي. جولة 18. اه السكة الحديد والقناة. تعادل. بتروجيت والاتصالات. بتروجيت يكسب. النجوم وغزل المحل. يعني انا يعني انا من غير احراج كابتن في ناس كتير بتحب غزل المحله بس اتوقع النجوم هيعمل مفاجاه قدام غزل المحله نكسب يعني النجوم يتعادل يتعادل ده في ملعب النجوم خلي بالك انا عارف ومجرد التعادل م. مكسب كبير لان المحله النهارده فايق فرقه فايقه كابتن احمد عيد عبد الملك مدرب كويس دي كيرنس وحرس الحدود حرس الحدود يكسب ابو إيري الاسمده وجمهوريه شبيه ابو إيري يكسب نصر التعدين واسوان. اسوان يكسب. رايه والمقص. رايه يكسب. طنطا ولافيين. تعادل. وادي دجله وبترول اسيوط. تعادل. بروكسي ومكان. بروكسي يكسب. انت بتقولها بثقه عاليه جدا. <applause> لا لا أصلا عارف بروكسي فرقه فيا يا كابتن تروح أيوة. سريعا لمنتخب الاسبوع. ابراهيم الجراحي حارس مرمى بروكسي احمد شيدي ناور حرس محمد السعيد جبس لافينا مروان احمد الاتصالات محمد عبد المنعم شبين محمد مجد ابو قير سامح ابراهيم بتروجيت عبد يحيى المحله يوسف فهيد لافينا ويوسف بيبو مكادي وعلي حسين مهاجم وادي دجله دول افضل لعيبه في الاسبوع في الاسبوع ال17 برضه هندي حق المدربين وحترفين. اول مره نختارهم بصراحة. محمد عطيه ابو, أبو احمد صلاح لافينا وابو العين شحاته جمهوريه اشكرك يا استاذ احمد ربنا يخليك بشكر محمد الشامي طبعا طبعا وبشكر كل الناس اللي موجوده معانا بقى مصطفى ايمن ومحمود الشامي وان شاء الله الاسبوع الجاي بقى ايه نمتع جولة اكبر من القسم الثاني بجوله إن شاء الله. افضل من كده إن شاء بس التوفيق لمنتخبنا بكره ان شاء الله بإذن يكسب شاء الله يكسب بقى ويفرح كل مصر بإذن الله طبعا بشكر استاذ احمد القصاص وبشكر كل طاقم العمل بكره يا جماعه احنا احنا المفروض الخميس اجازه من كل اسبوع لكن بكره عاملين حلقه خاصه واستوديو خاص بعد مباراه مصر وغانا مباشرة الساعة 12 ان شاء الله هنطلع بكرة على الهواء مباشرة عشان ان شاء الله نتكلم على مباراة مصر وغنى وان شاء الله نبقى فرحانين باذن الله بعد إن شاء الله المباراة بنتيجة ايجابية لمنتخب مصر وهيكون معانا نجوم كبار جدا جدا بكرة كابتن اشرف قاسم وكابتن ايمن منصور هيكونوا ضيوفنا ان شاء الله بكرة في كورة كل يوم بعد مباراة مصر وغنى مباشرة وان شاء الله تكون نتيجة ايجابية لمنتخب مصر بشكركم نتقابل بكرة على خير ان شاء الله